هنيئا 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 الشعب المغربي، المنتخب المغربي، المحبي، الجماهير، انتصار الفريق الوطني المغربي لأول مرة على المنتخب البلجيكي. هذه ثالث مرة ينتصر الفريق المغربي في كأس العالم بعد 86 و 98، والآن أمام المنتخب البلجيكي للمرة الثالثة ينتصر على فريق من في كأس العالم بعد 86 البرتغال، 98 اسكتلندا، وحاليا المنتخب البلجيكي. هنيئا هنيئا لكل المغاربة، هنيئا لكل المغربيات، هنيئا لكل محبي المنتخب الوطني المغربي بهذا الفوز، بهذا الإنجاز. هنيئا تبارك الله على المنتخب المغربي، وهنيئا لنا بهذا الانتصار الكبير على منتخب كبير وعالمي. هنيئا هنيئا. إذا في هذا التحليل ديال هذه المباراة، لعب السيد وليد الركراكي بأربعة واحد زوج ثلاثة، اللي هي في الأصل أربعة ثلاثة ثلاثة، في حين لعب المنتخب البلجيكي بأربعة ثلاثة ثلاثة. تقارب في التشكيلة من حيث الناحية التكتيكية الفنية، اعتمد المدرب البلجيكي الإسباني في الشوط الأول على قوة وسط الميدان مع تقوية الهجوم 3-3 واللعب على وسط الميدان. في الشوط الثاني المدرب البلجيكي حاول يلعب على الأجنحة ديالو، وبالتالي يعني التخفيف على وسط الميدان واللعب على الأجنحة من أجل التنويع. السيد وليد الركراكي لعب في الشوط الأول على الأجنحة بأربعة واحد زوج ثلاثة، ولعب بقيادة النصيري بطبيعة الحال في الهجوم، وزياش الجهة اليمنى، وبوفال. في الشوط الثاني بعد دخول حمد الله ودخول لاعبين آخرين بطبيعة الحال، حاول يغير النهج التكتيكي ديالو ليبقى أكثر هجومي من أجل التسجيل. وانتم شفتوا بطبيعة الحال دخول الصابري والتسجيل، وثم دخول ابو خلال والتسجيل بطبيعه الحال. رجل المباراه هو زياش بكل امتياز. للشوط الاول فقد فيه المنتخب المغربي شيئا ما وسط الميدان، سيطر وسط الميدان وسيطر على الكره في الشوط الاول. في الشوط الثاني سيطر على الكره بالنسبه للمنتخب البلجيكي في اولى فتراته مع غياب الفاعليه وعود التكافؤ، خاصه ان المنتخب المغربي حاول ضخ دماء جديده في وسط الميدان، في الاجنحه كذلك في الدفاع، بدخول عطية الله وتحول المزراوي للجهة اليمنى وعطية الله للجهة اليسرى. إذا هنيئا لكل المغاربة، هنيئا لكل المغربيات بهذا الانتصار العظيم. السيد وليد الركراكي اعتمد ربما في تحليل الفيديو على واحد المغربي كان خدام على المنتخب البلجيكي 3 سنوات، ظاهر وباين بلي ان السيد وليد الركراكي تفرج بزاف المنتخب البلجيكي، درس بزاف المنتخب البلجيكي، وهو ما ادى لهاد النتيجه هذه اللي شفتوا اليوم. نتيجه عظيمه غاليه على كل مغربي ومغربيه. الاناليز فيديو ديال السيد المدرب، شكرا للاناليز فيديو المغربي لا تذكر اسمه، كان خدم مع الجامعه البلجيكيه 3 سنوات، هو اللي عطى زانفورماسيون للمنتخب المغربي قد ضعف نقطة القوة ديال المنتخب البلجيكي، واللي تمكن باش المنتخب المغربي انه ينتصر على المنتخب البلجيكي كما شفتوا. اذا مفتاح الفوز ديال هذه المباراة كان هو لاناليز فيديو، محلل الفيديو اللي عطى السيد وليد الركراكي نقطة القوة، نقطة الضعف، فين خص المنتخب يهجم، فوقاش، كيفاش، علاش. اللي كيقول لك النصيري انه ضعيف في الشوط الاول وتغير، المهم النصيري كان فريمون ما كملش بعض الكواري، ولكن عيا اللاعبين ديال المنتخب البلجيكي، عيا المدافعين، خدم على اليمين على اليسار، الكرات العرضيه، الكرات الطوليه، الكرات الراسيه، خدم بزاف النصيري، عيا الدفاع البلجيكي. وكيدخل ابو خلال وحمد الله يعني لقاو الفرصة سانحة لتسجيل بطبيعة الحال أهداف مخدومة، والصابري ما غاديش نقولوا ما مخدوماش، مخدومة بعد كانت تحرمنا في الشوط الأول واحد التسلل من الهدف ديال زياش.
جا الصابيري جاب الهدف الاول، جا بوالخلال جاب الهدف الثاني. رجل المباراه كما قلنا زياش، اللي ما فهمتش هاد تشيلسي، ما فهمتش هاد تشيلسي كيفاش تفرطت في هاد الجوهره. زياش اللي ما لعبش بدايه الموسم مباراه قليله، ما فهمتش هاد الجوهره، هذا ما يتفرطش فيه، ديناميكي حركي اختراج المباراه. اذا هذا المدرب الهولندي اللي درب بلجيك تشيلسي فين غيديروا وجههم مع الجماهير ديال تشيلسي وراء المونديال، خصوصا مشى زي تحصل جياز على رجل المباراه امام كندا ان شاء الله، وهذا ما نتمناه. ومشى بعيد، مدربين ديال تشيلسي ثلاثه لافانغال هذا مشاو فيها. الصراحه مفتاح الفوز قلنا هو لاميز سيدي وليد الركراكي، بدا واثقا من الانتصار، لان الصرامه التكتيكيه اللي اتخذها المدرب الركراكي مبنيه على اساس علمي، مبنيه على واحد التصور علمي، واحد زائد واحد تساوي زوج. انتهى شكون تقبض، انتهى شكون تقبض، انتهى فوقاش تخرج، انتهى فوقاش تخرج، فوقاش مدروس، مدروس تحليل الفيديو، تقرا بخطوه بدرجه بالنيش، بالنيش او بالميكرونيش، بالجزئيات تقرا لانيز فيديو. ما يمكنش تنتصر على المنتخب البلجيكي غير هكذا عفويا او صدفه، راه مبني على شيء علمي وواحد القرايه وواحد التركيز والكره اللي مراها علمي. اذا اقول في هذه الحلقه وفي هذه المباراه ان مفتاح الفوز هو لانيز فيديو ديال المنتخب المغربي، وطبيعة الحال وغادي نجيب لكم الاسم ديالو ان شاء الله في العنوان، راه ما تذكرش الاسم ديالو، ولكن باين ان كاين خدمه، باين ان كاين سيستم دو جو، باين ان كاين حوايج تخدموا في الكواليس من اجل طبيعة الحال ما هو هذه باش تنتصر النخبه الوطنيه. هنيئا لابن الدار وليد الركراكي، المنتخب المغربي طبيعة الحال، ابناء الركراكي، القيمة الإفريقية العربية، وليد الركراكي اللي تمكن أنه يصنع هذا الفوز. تبارك الله ما شاء الله على الدراري، كانوا اليوم طوب كما قلنا، رجل المقابلة كاملة ممكن، لا دي بروين لا كورتوا لا وكاكو، هو زياش يعني صراحة لاعب عالمي زياش. فهمش الآن علاش تشيلسي مهمشة بطبيعة الحال مدربين وليس الفريق. إذن الإخوة الكرام، حلقة كان مبنية على لانيز فيديو، تحليل الفيديو هو اللي ربح المنتخب المغربي أمام المنتخب البلجيكي. أعطيونا التعليق ديالكم، أعطيونا القراءة ديالكم في السيستم دو جو، في الطريقة، في الأداء، في الأجنحة، في الميليو، في الدفاع مع تميز تبارك الله الدفاع المغربي بقيادة الحارس، علما أن بونو تصاب بداية عزف النشيد الوطني، ما عرفتش جاتو شي دوخه وداك الشيء. المهم نتمنوا له الصحه والسلامه والشفاء ان شاء الله. التعاليق انتظركم ان شاء الله. تبارك الله عليكم الاخوان الكرام، شوفوا البارطاج في الفيسبوك وفي الواتساب، دمتم من قناه انا بركاني اوفيه. شكرا، بارك الله فيكم.